تحذير أطلقه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر يتعلق بتداول الشائعات وخطورة الترويج لها على الوطن وواجب الحسابات الإخبارية في تقديم المعلومات لقطع الشائعات خاصة تلك على مواقع التواصل. هذا التحذير جاء خلال استقباله إدارة تحرير حساب أخبار السعودية على تويتر والذي يحظى بأكثر من 11 مليون متابع. وأثناء الأمير على الحساب في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، نتابع جزء منه. في هذا اليوم ودي أنا أوضح لكم نقطة مهمة تتعلق بالأخلاق والعمل على البعد عن الإشاعة، لأن الإشاعة هدامة ولا تبني الوطن، بالعكس تفرق في الوطن. ويجب أن نكون في وضعنا مستمدين أخلاقنا من الإسلام والأصالة العربية السليمة. وسائل إعلام أمريكية دخلت مرغمة في منافسة جديدة للحصول على جائزة تتعلق بالأخبار الزائفة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي تغريدة نشرها على تويتر مرفقة بصفحة لموقع الحزب الجمهوري تتضمن تقريرا كشف عن أسماء من وصفهم بالفائزين بجوائز الأخبار الزائفة، CNN حلت في المرتبة الأولى كمثال للإعلام غير المحايد وصاحب الأخبار الزائفة بحسب الرئيس الأمريكي، تلتها النيويورك تايمز والتي حلت في المرتبة الثانية. المتنافسون في هذه المسابقة وفقا للرئيس الأمريكي كانوا كلا من شبكة ABC وتايم وواشنطن بوست ومجلة نيوزويك التي وصفهم ترامب في الماضي بأنهم أمثلة للإعلام غير المحايد والخاطئ، وكلهم حصلوا على جوائز من الرئيس الأمريكي. الممثلة الفرنسية الشهيرة بيرجيت باردو لم يعجبها الزخم الذي حققته حركة ميتو أو أنا أيضا الاجتماعية والتي تدعو إلى زيادة الوعي بشأن التحرش والاعتداءات. بيرجيت باردو انتقدت الحركة النسائية معتبرة أن أغلب شكاوى الاعتداءات الجنسية التي ظهرت مؤخرا في عالم السينما هي حالات نفاق، مؤكدة أن ممثلات كثيرات يغوين المنتجين كي يحصلن على دور وأن هذه الحركة ما هي إلا طريقة جديدة للفت الانتباه إليهن. وأعربت في تصريحات صحفية بأنه كان يروق لها أن يؤكد الرجال على جمالها ولم تعتبره تحرشا. تصريحات باردو أثارت غضب واستياء كبيرين على مواقع التواصل. دورة رقص شرقي تقدمها الفنانة المصرية فيفي عبدو في السعودية وتحديدا جدة، إعلان انتشر اليومين الماضيين وأثار جدلا على مواقع التواصل في السعودية، خاصة وأن الدورة كما هو موضح في الإعلان ستتضمن الرجال والنساء وقيمتها 3000 ريال. إمارة منطقة مكة المكرمة وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ نفت الخبر وأعلنت أنها ستقوم بملاحقة مروجي هذا الإعلان. أما الفنانة المصرية فيفي عبدو فهي أيضا نفت الخبر في مداخلة في برنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي، نتابع. ده أفيش معمول وأفيش راح أعلم ستات ورجالة. يعني حاجة مش منطقية. التسجيل متاح للنساء والرجال وهتديهم شهادة معتمدة. وشهادة معتمدة و300 درهم، يعني 3000 ريال. 3000 ريال يعني ولا عندي علاقة ولا عندي فكرة عنها خالص أساسا. يعني أنا